خلينا نرجع تاني لإلغاء الدوري. من يدفع الكلفة؟ من يدفع الكلفة؟ لكن أنا برضو هاخد، لا بس هسأل حضرتك برضو، هل من الممكن أن يكون هناك، يعني أنا أتفهم أو مش أتفهم، أبقى فاهم أن الأندية اللي هتهبط إلى الدوري الدرجة الثانية من ماشي، أتفهم أن هم يكونوا يقول لك إيه، والله يا جماعة إحنا عايزين نلغي الدوري عشان ياخد فرصة كمان أن هو يبقى قاعد سنة في الدوري الممتاز يعني. لكن بعض الأندية الأخرى اللي بتطالب بإلغاء الدوري عشان هي بعيدة عن الدوري، طب ليه ما بتلغيش أفريقيا؟ أو ليه ما بتطالبش بإلغاء أفريقيا؟ ولا يقدر. زي ما بتطالب بإلغاء الدوري، يعني حاجة غريبة، ولا أنت عشان هنا قريب وهنا بعيد؟ دي حاجة، الحاجة الثانية لأن هناك في الكاف بحلو ومر، من يخرج لكلام هو حقه، هو من يدير، فما عادش يقدر يزايد عليه، لكن هنا يختفي الجميع إلى أن يظهر يعني فضل، وكلنا عارفين فضل متحمس وحابب يعني يمشي لقدام، ومن ثم اشعر انه ما بيخرجش حتى برأي الترابيزه، حتى لو هو خرج قال لنا كده معلش بقى تعتبره رأيه، انا في الشغلانه رأيه، لانه فضل من اصحاب زي ما قلت لك الاب ديت، وبالتالي هيقول حاجه ما بتتقالش في العالم. طب الانديه اللي خايفه تهبط خلينا عندها، يا عم مفيش حاجه اسمها تهبط، اذا استحكمت يا رب يا رب ما يحصل، طب ما الفيفا وكله هيقول لك اللي انت عاوزه ده هيحصل عادي، مفيش مشكله خالص يعني، يعني مش هيقول دول ينزلوا واطلع ناس معرفه لا خالص، هيفضل الحكايه كده. مالك بقى، مالك انت بتروج ليه لانك تسيب الحبل؟ يعني خلينا في المصطلح بتاع الماسك على الامل ده، خلينا في مصطلح المصلحه العامه. طبعا المصلحه العامه، مش الامل ده عنوانه المصلحه العامه. والله يا استاذ عصام وحضرتك عارف احسن مني، النادي الاهلي والله ما تفرق مع دوري، والله ما تفرق مع دوري ولا غيره، معاه ما يفرقش معاه ان هو يبقى 42 يعني، هيبقى 42 يعني ان شاء الله قريب، لكن عايز اقول لك ولا غيره يفرق معاه انه ما خدش الدوري، ما هو برضه اكم انه ما خدش الدوري، ولا اتحدث عن منافسه العتيد الزمالك، فكل دولاب بطولات اي حد، ولا تفرق مع اللي خد المركز الخامس او مش هياخده، اذا صفيت النوايا تجاه صناعه مثمره جدا، صناعه تنقل البلاد والعباد مش اهلها بس يا كابتن، اذا ما اديرت صح، واحنا شايفين في يعني افضليات حاصله يعني يعني صحيح مش من كامل اهل الشغلة، لكن على الاقل في طفرات، يعني مو صلاح لوحده ولد طاقه من يعني ذهاب اللاعبين المصريين الى ابعد مدى، يعني هو ده لوحده تصدير سلع، عارف زي ايه يا كابتن؟ زي الاخوه اللي راحوا عملوا لنا طبعا اهالينا بتوع الشمال العربي الافريقي، ولم يذكر في بند من بنود التبادل، التبادل التجاري يا راجل، لما تاخد مني جاكيت لما اديك يعني تديني قميص، ما ذكروش انه لازم لعيبه يتوسع لها في تونس، ازاي يعني؟ طبعا كبريات الانديه لابد ان يكون لديها نظرة على محترفين كبار وكل طبعًا. سواء هيتحسب او لا، دي صناعه، ما تجيش تقول انت هتكسر المنتخب عشان بتلاعب لعيبه كتير، لكن عايز تحكم قبضتك، بدل ما تطلع باللوكلوك ده اطلع قول لي كلام مهم، اطلع قول لي ما تجيبش لعيبه الا لو عنده 20%، مش هقول 25% من منتخب بلاده، شباب اولمبي اول. والله فكره رائعه. اما تقول له حضرتك هنا بتتكلم، معلش انا اسف عشان الناس بس يوصل لها، حضرتك هنا بتتكلم على موضوع تقليص عدد الاجانب. اما تطلع تقول لي كده ده لسه في بند اخر، اتفاهم ده، لكن واحد يطلع يقول لك هو 20% من منتخب بلاده، يا حبيبي هيجي، جم كتير هنا من غير ما نحسب لهم، كان عنده اكتر، لانه عارف ان مصر هي المعبر الوحيد في القاره دي لليورو، سيبك بقى من الخليج، الخليج ده هو راجع بظهره مع احترامي يعني، لكن عندنا البند الثاني بعد البند ده الا وهو حضرتك هتصدر امتى لاعب؟ ثانيا انت بتقول للناس فنشوا، حضرتك هتدفع الفرق؟ اصلا في كل العالم لما بيصدر قرار زي ده، ولو انه ما بيصدرش، لازم لو عقد اسلام مش شاطر بدون القاب ينتهي في 2025، ما ينفعش يفنشك ولا يديله فرصه سنتين عشان يفنشك، لازم يستنى ال 2025، لانه الشراء ليس البني ادم، هو شراء عقد يا راجل، لابد ان يستمر، دي مخاسه. ما انا الحقيقه ما فهمتش ليه دلوقتي تقليص الاجال، يعني ايه يعني احنا كنا قاعدين مثلا قاعده كويسه وبعد كده فجاه طلعت اقول ان تقليص عدد الاجانب، هل ده وقته؟ الصراحه عايز الصراحه لما يبقى حوالين اللي بيدير زن وياخد بيه، يعني عايز اقول لهم يا خساره، ما بيبقاش يعرف ليه بقى؟ لانه دلوقتي الكلام عن ايه؟ اين العمله الصعبه؟
اين مش عارف ايه زي الافلام بتاعت زمان، اين الاتباع، اين الجواري، فيطلع هو يقوم قايل لك ايه تقليص عدد الاجانب، فرصه للمنتخب وفرصه للعمله الصعبه. يا عم انت ما رشدتهاش ليه؟ يا عم انت ما خليتش اللي يجي هنا يبقى دولي ابن دولي ليه؟ صحيح الانديه ممكن تستفيد بلاعبين شبان يمكن ربما ما راحوش منتخبات بلادهم، لكن هي معروف ان الولد ده جاي في اكاديميه النادي الفلاني او تحت رعايه كذا، زي ما اياكس وبتاع، ما اياكس ده ولا الريال زي الاهلي والزمالك، ما عاملين اكاديميات في افريقيا طبعا، يستقطب دول يربي زي مزرعه نجوم. وبرده